اهلا بكم أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلا ارشاديا حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الارهاب وقالت الوزاره ان هذا الدليل ياتي من اجل مساعده المؤسسات الماليه الامريكيه على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهه المتعلقه بايران وذكرت شبكه مكافحه الجرائم الماليه بوزاره الخزانه الامريكيه التي اعدت هذا الدليل بانها تحذر المؤسسات الماليه الامريكيه وغير الامريكيه خاصه البنوك وشركات الخدمات الماليه من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران استأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مساعيه لتأمين عقد جولة مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في نوفمبر المقبل في عرضت الحكومة النمساوية استضافة المفاوضات فبعد الرياض وصل جريفيث إلى العاصمة العمانية مسقط وبعد نقاشات مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي حول الأزمة التقى المبعوث الأممي وفدًا من ميليشيات الحوثي وبحث معه فتح مطار صنعاء الدولي وغيرها من الخطوات لبناء الثقة وفق إعلام الحوثي أعلنت الرئاسة التركية أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي بناء على مقترح من الجانب السعودي. جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى الأناضول الخميس تطرق خلاله إلى قضية خاشقجي الذي فقد أثره منذ الثلاثاء قبل الماضي. افادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن تقارير للمخابرات العراقية قولها ان زعيم داعش ابو بكر البغدادي امر باعدام اكثر من 300 من عناصره بسبب اشتباهه بخيانتهم له عقب الهزائم المدوية واوضحت تلك التقارير التي تداولتها ايضا وسائل اعلام محليه ان من ضمن الذين اعدموا قيادات مهمه في التنظيم الى ذلك افادت تلك التقارير ان بعض مسلحي التنظيم الارهابي هربوا الى اماكن مجهوله خوفا على حياتهم بعدما علموا بمخططات البغدادي. للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسه دوت كوم.